اللقاء ديالنا جينا نعبروا الراي العام الوطني وكذلك الراي العام المهني على الاستياء ديالنا من طرف وزاره النقل واللوجيستيك، لان السيد الوزير منذ انطلاق الحوار معه كنا برمجنا نحن الهيئات النقابيه واحد خمسه محاور اساسيه اللي اعتبرناها هي المدخل الاساسي لاصلاح قطاع النقل الطرق بلادنا. وهذه المحاور الاساسيه الخمسه بطبيعه الحال كان السيد الوزير عطانا وعود منذ بدايه الحوار سنه 2022 الى نهايه سنه 2020 ان غتبدا تنزيل المراسم التطبيقيه ذلك. للاسف الشديد جينا بدايه 2023 ما لم يلتزم او لم تلتزم الوزاره بتطبيق ما تم يعني تنفيذه معنا. للاسف الشديد هذه المحاور الاساسيه لم تنزل الان. اليوم المطلوب مننا احنا كمسؤولين مهنيين من طرف المنخرطين ديالنا ان خصنا نشتغلوا، خصنا ناخذوا على العاتق ديالنا هذا الملف المطلبي، وخص الوزاره الوصيه والمتدخلين ديال الوزاره ان تشتغل معنا بجديه ويكون واحد الحوار جاد ومسؤول. لان اليوم تغيب الحوار جاد والمسؤول ما بين الهيئات المهنيه والوزاره جاء ربما لتماطل بعد الامور اللي هي مهمه لاصلاح القطاع. اليوم قطاع كما تعلمون قطاع نقل الطرق بلادنا وقطاع مهم جدا. المهنيين كيعبروا على الوطنيه ديالهم خاصه كما قلت اثناء ايام كورونا، لان القطاع الوحيد اللي بقى كيشتغل بلادنا هو قطاع النقل الطرقي. اليوم حنا الوزاره ملزمه ان عاود تفتح معنا الحوار وعاود تبادل المجهودات ديالها الجباره من اجل تنزيل هذه المحاور الخمس الاساسيه حتى نبداو نشتغلوا في المحاور الاخرى اللي سطرنا مع الوزاره ديال 2023. اكيد الاستياء كاين، اكيد تدهور ديال القطاع كاين، اكيد الكركهات والمشاكل اللي كيعاني منها قطاع النقل الطرق مازالت متراكمه لان الحلول ما كايناش، ولكن الوزاره خاطت على العاتق ديالها انها تحل معنا المشاكل في اطار واحد عقد برنامج. للاسف هذا عقد برنامج اللي سطرنا مع الوزاره لم يتم الى حد اليوم اي مناقشه فيه ايجابيه او اصلاح جذري لقطاع النقل الطرقي بلادنا. المطالب كما سطرنا اولا تثبيت الوضعيه ما ديال الوزن ديال الشاحنات اللي تراوح الوزن ديالها ما بين 3 طونس و 19 طن. الان خرج بلاغ من طرف الوزاره على اساس ان المنصه ان شاء الله ديال هذا تثبيت الوضعيه ديال هذا الوزن ديال الشاحنات غتبدا في 17 ان شاء الله هذا الشهر يوليوز من طبيعه الحال. ولكن بالنسبه لبيان الشحن وبالنسبه للحموله وبالنسبه للطريفه المرجعيه وبالنسبه لتسقيف ماده الغازوال المهني الان ما كاينش جديد كنتظروا الوزاره. للاسف الشديد هذه الامور كلها مهمه جدا، ولكن للاسف الشديد الوزاره ما زالت متماطله ونحن تقريبا في السنه الثانيه من الحوار. للاسف الشديد ما عندناش نتائج ايجابيه، كنتظروا انتظارات ديالنا الكبيره اصلاح القطاع حول تفعيل المثل المطلبي ديالنا والتنزيل ديالو عبر مراسم تطبيقيه الى الوجود.